وضع صانع الألعاب الإيطالي أندريا بيرلو حداً لمسيرته الكروية الطويلة التي أبدع فيها بمختلف الملاعب الأوروبية بأناقة تمريراته الفريدة من نوعها، وتوجه بلقب عالمي عام 2006 ولقبين في دوري أبطال أوروبا. وكتب بيرلو عبر حسابه على تويتر: مغامراتي مع نيويورك انتهت، وكذلك مشواري كلاعب محترف. شاكراً كل فريق كان لي شرف اللعب في صفوفه، وكل زميل كنت سعيداً باللعب معه. وانتقل بيرلو للعب في الولايات المتحدة وتحديداً مع نيويورك سيتي أوف سي نهاية موسم 2014-2015 الذي توجه بلقب جديد في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، كان الرابع له والسادس في مسيرته الكروية بعد لقبين مع ميلان. وجاء إعلان بيرلو عن نهاية مسيرته الكروية بعد خسارة فريقه في نصف نهائي المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي أمام كولومبوس. وتعلم بيرلو فنون اللعبة في بريشيا، ولعب مع إنتر ميلان وريجينيا قبل أن ينضم إلى ميلان، حيث عاش أول نجاحاته الكبيرة بتتويجه بلقبين في الدوري ومثلهما في دوري الأبطال 2003 و2007. وفي عام 2011 عندما انتهى عقده مع ميلان انضم إلى صفوف يوفنتوس في انتقال وصفه الحارس جان لويجي بوفون بصفقة القرن. وواصل بيرلو تألقه رغم تقدمه في السن، وأضاف إلى سجله 4 ألقاب في الدوري وواحدا في كأس إيطاليا، وكانت مباراته الأخيرة في أوروبا تلك التي خسرها يوفنتوس أمام برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015. اختير نجم يوفنتوس والمنتخب الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2013-2014، وذلك خلال حفل أقامته رابطة اللاعبين، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ينال فيها بيرلو 34 عاما جائزة أفضل لاعب، وفي موسمه الثالث مع يوفنتوس التي توج معه بلقب الدوري خلال هذه المواسم. كما حصل أنتونيو كونتي على جائزة أفضل مدرب بعد قيادته يوفنتوس إلى اللقب للمرة الثالثة على التوالي قبل أن يتركه من أجل الإشراف على المنتخب الوطني. وكان بيرلو قرر الاعتزال اللعب دوليا بعد مشواره مع المنتخب الإيطالي في مونديال البرازيل، حيث أكد لاعب وسط المنتخب الإيطالي أندريا بيرلو أن مشاركته في مونديال البرازيل ستكون آخر ظهور له مع المنتخب الإيطالي. وقال بيرلو للصحفيين قبل أيام من المباراة الأولى لإيطاليا في المجموعة الرابعة ضد إنجلترا: أنا أتقدم في العمر، ويجب أن نسمح للاعبين الصغار بشق طريقهم، سيكون من غير المفيد أن أواصل مشواري الدولي، وأكد أنه سيكون دائما في تصرف المنتخب الإيطالي إذا كان بحاجة إليه، ولن يكون مونديال البرازيل نهاية المشوار الكروي لبيرلو، إذ سيواصل تألقه مع يوفنتوس الذي مدد عقده لعامين إضافيين بعد أن ساهم في قيادة السيدة العجوز وذلك للقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي، أي منذ أن انضم إليه من ميلان. وتحدث بيرلو عن موضوع عقده الجديد مع يوفنتوس قائلا: انتظرت حتى اليوم لتوقيعه لأنه كان علينا أن نحسم بعض التفاصيل، لكننا كنا متفقين على العقد المبدئي منذ فترة طويلة. واستعاد بيرلو بريقه بانضمامه إلى يوفنتوس بعد أن كانت الأضواء مسلطة على لاعبي الأموال الطائلة في ميلان. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.